السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب. درس النهاردة معانا جهاز أيباد إير. زي ما أنا شايفين الجهاز فيه مشكلة في الإضاءة، يعني مشكلة في الباك لايت. طبعا الدرس بتاعنا النهاردة هيكون مهم جدا، لأن هنعتمد على الفحص بالنظر. طبعا هو اتغير له شاشة، وللأسف الشديد يعني الشاشة زي ما أنتم شايفين هي شاشة جديدة، ولكن بعد التغيير للأسف الشديد هو راح للمحل تاني. ولكن للأسف الشديد المشكلة دي حصلت عندهم يعني. فنحاول اشغل باور، اركب المسمار بس بتاع البطارية، احاول اوريكو اهمية الفحص بالنظر، يعني ده مهم جدا. يعني انا شايف ابو اللوجو، ولكن للأسف الشديد ممكن في الكاميرا رقم 2 تظهر. في الكاميرا رقم 2 يا جماعه انتوا شايفينها، بص اهي، بص اهي، ايوه في الكاميرا رقم 2 اهي شايفينها. طبعا هي ظاهره ليه؟ علشان الكشاف اللي راكب في الميكروسكوب منور فظاهر ابو اللوجو، فالجهاز فتح زي ما انتوا سمحتوا صوت التشغيل ان الجهاز فتح. ففي الكاميرا رقم 2 ظهر لنا ابو اللوجو علشان الاضاءه اللي كانت موجوده دي. طبعا نفهم من هنا ايه؟ نفهم من هنا ان لو جالك ايباد او اي جهاز فيه مشكله في الاضاءه او مفيش بيانات، لازم ان انا احدد الاول هل الجهاز ده فيه مشكله بيانات ولا مشكله اضاءه، عن طريق الفحص بالنظر. لو مفيش اضاءه او كشاف، احاول اشغل الكشاف بتاع التليفون بتاعي وما اخدش القرار بشكل سريع، لان مشكلة الاضاءة غير مشكلة البيانات في التتبع العطلي. لازم اخد بالي من موضوع زي ده يا جماعة. تمام، انا هبدأ منين؟ من هنا زي ما احنا شرحنا على المخطط وشفنا الموضوع، ان انا بروح ابدأ على طول زي ما احنا شرحنا في المخطط قبل كده ونوهنا اكتر من مرة، ان انا على طول بروح ابدأ عن طريق الكونكتر. يعني لو انا عندي مشكلة بيانات وده الكونكتر الخاص بالبيانات او الخاص بالشاشة، يبقى انا اروح اشتغل فيه وابدأ اقيس الممنعات بتاعتي هنا. لو عندي مشكلة خاصة بالتاتش، يبقى انا اروح للكونكتر الخاص بالتاتش وهكذا. طب انا عندي دلوقتي مشكلة في الاضاءة، في الاضاءة الكونكتر المسؤول عن الاضاءة، الكونكتر ده المسؤول عن البيانات والاضاءة في نفس الوقت، فبالتالي انا اروح عند الكونكتر. طبعا اهمية الفحص بالنظر مهمة جدا، لذلك انا اول ما افتح الجهاز بص شايفين ايه اللي حاصل. طبعا يفضل ان انا احط حاجه كده افصل البطاريه بالشكل ده، او اشيل البورده من الهاوسنج بشكل كامل. تمام، ده بشكل مبدئي. طبعا الجهاز هنا في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، هو ساعدني بشكل كبير ان انا اعرف المشكله فين. وهنا اهميه الميكروسكوب اللي هو ذو جوده كويسه، يعني هيسيدك بشكل كويس. وانا نعمل اول حاجه نعمل حصر في الجزء ده. طبعا ممكن يكون الحرق حصل هنا بسبب ان الفلاتر اللي هنا ضربت او مكثفات اتحرقت او اي سي اتحرق، ويكون اثر في مكونات تانية او في الدايره بشكل كامل. طبعا لو الحمايه كانت ضعيفه يعني. طبعا ده بيختلف من جهاز للتاني، لذلك مثلا ممكن يجي جهاز فيه مشكله في الباك لايت، مش شرط خلاص يكون الفلتر هو اللي ضارب، ممكن يكون الدايود هو اللي محروق، ممكن يكون الاي سي هو اللي اتحرق، ممكن ما يكونش فيه اي علامه تكون ظاهره، بيختلف من جهاز للتاني. تمام، ممكن تكون العلامه برضو، عشان نبقى برضو واخدين بالنا من النقطه دي، ممكن تكون العلامه اللي هي بالفحص من النظر ظاهره بشكل بسيط جدا، لذلك الميكروسكوب برضو اهميه الميكروسكوب هنا بقى تبقى ايه كويسه يعني. واهميه برضو ان انت تعرف المكونات. ده عطل اهوت في سلسله الدروس بتاعتنا، حاجه على السريع كده. طبعا انا شلتهم خالص اهوت كده بشكل مبدئي. تمام، وهبدا اروح للمخطط عشان نشوف الموضوع ماشي ازاي. طب انا عايز افهم دلوقتي ايه ده. تمام يا جماعة، أنا مجرد أنا أروح على المخطط، خلينا أفتح المخطط عشان أنا بس فتح أكتر من مخطط. عندنا الأيباد ده النوع بتاعه 2017، في أكتر من نوع، لازم علشان أتأكد
زياده تاكيد في رقم على الجهاز من ورا، خلينا نشوفه اهوت. الرقم بيبقى مكتوب هنا تمام في الجزء اللي تحت ده اهو، هنا اهو يا جماعه تمام. الموديل بتاعه اهوت A1823 تمام. من خلال الرقم ده انا بحطه في جوجل واقدر اعرف الجهاز اللي معايا ده ايه نوع تمام. انا اروح للمخطط، طبعا احنا شرحنا المخطط والمواضيع دي كلها، انا اروح كده بشكل سريع. عندنا هنا ده فلتر وده فلتر تمام. ده فلتر عباره عن الفلتر، طبعا احنا شرحناه في السلسله بتاعتنا، تقدر ترجع لها من خلال البلاي ليست على طول اللي انت هتبقى تتفرج عليها دلوقتي. الفلتر رايح على رجل من الناحيه ديت على الكونكتر، والناحيه الثانيه رايح على الجزء الثاني في الدايره هنا. طبعا ده اخر مرحله اللي احنا نشيل الار اف شيلد اللي هنا عشان نشوفوا الدايره بتاعتنا الدايد والاي سي والحاجات دي. ولكن ظاهريا اللي حصل معانا ان الفلتر هو اللي اتحرق وعمل عمليه حمايه للمكونات اللي قبله تمام. نفس الحكايه برضو الفلتر هنا، والرجل الثانيه رايحه على طول بشكل مباشر على المكون اللي في الدايره. نبدا ان احنا ننزل بالميكروسكوب باكبر قدر يعني تمام. يا جماعه نزلنا بالميكروسكوب اهوت وشايفين الحرق ايه، الجهاز مولع تمام. عندنا الجنب ده اللي هنا ده اللي رايح على الكونكتر وفي مجموعه مكثفات، وعندنا برضو الجنب التاني ده والجنب اللي هنا. عن طريق المخطط انا عرفت النقطه دي زي ما احنا شايفينها، النقطه ديت متحركه كده للكونكتر هنا ورايحه عن طريق المكثفين الموجودين، وكذلك النقطه دي رايحه عن طريق المكثفين الموجودين تمام. يبقى عندنا هنا في مسار وهنا في مسار اهو. المسار اللي هنا بقى ده رايح لايه؟ للدايره. المسار اللي هنا برضو رايح لايه؟ للدايره. يبقى عندنا حلين اللي انا ممكن اجيب بشكل سهل جدا اتنين فلتر، عدد اتنين فلتر مش مشكله من اي جهاز ايباد يعني. ولو ما فيش انا ممكن اعوضهم بسلك ايه صغير. مقاس السلك طبعا احنا اتكلمنا عليه برضو في السلسله بتاعتنا. خليني استعمل السلك ده اقوى شويه. طبعا بشكل مبدئي لازما لنا اظبط الاسدير في الحته دي تمام. طبعا الجنب ده اللي هيروح على الكونكتر هنا، ده موجود. الجنب اللي هنا مش موجود. الجنب ده برضو اللي يهمنا يعني. تمام. وده اللي يهمنا في الموضوع. وهجيب هنا بقى في الحالة دي هجيب الهوت اير. انا مش هستخدم الكاوية يا جماعة عشان برضه اوريكم. طبعا احمي البورده بتاعتي والبطاريه الاول. طبعا مع العلم ان التليفون او الجهاز وهو في الهاوسنج، يعني الايباد ده وهو في الهاوسنج او التليفون او اي جهاز وهو في الهاوسنج، طبعا بيتاثر بالحراره، يعني هياخد حراره اطول من المعتاد، فانت برضه تاخد بالك من نقطه زي دي. طبعا عندنا ديت بقت حته كبيره، نحاول ان نشيلها. يا ستي يلا شلناها اهيت. مش عندنا الجنب ده، عندنا اهو بس. هو ده اللي انا عايزه يا جماعه. طبعا الحراره اللي انا بستخدمها ديت حراره اللي هي العاديه جدا،
والقشدير اللي هو مقاسه او درجه انصهاره اللي هي 185. لذلك انا الحراره مش بتاثر على الكونكتر ان هو بلاستيك او اي حاجه، علشان ما بياخدش وقت طويل، ده هو ال 185 على طول بيحصل عمليه انصهار. طبعا في اقل من كده، ولكن انا مش عايز استخدمه في الحاله دي. احنا عوضنا اهوت، انا ممكن اجيب 2 فلتر واركبهم على طول، ولكن انا عايز اوريكم برضو ان السلك يعني اتغاضى برضو عن الفلتر في الحاله دي، ولكن اجيب مقاس سلك قليل جدا، ما اجيبش سلك مثلا من شيلد او سولدر ويك اقصد، لا انا اجيب سلك ضعيف نسبيا، وما اجيبش برضو السلك يكون ضعيف جدا، ما يتحملش يعني ما يتحملش الفولت اللي هيمشي فيه. يبقى ايه، اختار السلك المناسب من خلال الدايره اللي انا هشتغل عليها. طبعا انا قطعت السلك بتاعنا اهو، تمام. نقطه تسدير ونقطه بلاكس قصدي، تمام. عندنا طبعا الجنب التاني ده لسه ما مسكش، نجيب شويه صغيرين كده. طبعا انا ما حطيتش بلاكس كتير يا جماعه، لو حطيت بلاكس كتير ممكن ياخد الاسدير ده وايه وينتشر في اكتر من مكان، فانا اخد بالي برضو في الموضوع ده. هو خلاص ظهريا يعني بقى تمام، سيبوه يبرد شويه. طبعا حد دلوقتي بيسالني بيقول لي انت السلك ملزوق كله ببعضه؟ لا انا حطيته مره واحده وبعدين هروح ايه افصله اقطعه بالشكل اللي انت هتشوفه ده. طبعا هشيل ديت عشان هتلاقيها بقت سخنه. ما اروحش اشتغل يا جماعه والجهاز في الفريم بتاعه او في الهاوسنج بتاعه من غير ما افصل البطاريه. طبعا هفصل البطاريه زي ما انتوا شفتوها كده، تمام. احنا قطعنا السلك اهو خلاص، تمام. برضو هنا ده اتقطع، الباقي خلاص شكرا. خلينا نجيب قطنه ماشي كبيره، مش مشكله، كبيره كبيره. تمام، عملنا عمليه التنظيف بتاعتنا. اروح كده بشكل مبدئي بقى، بشكل مبدئي اروح اشوف ده كده افصله اشيله اهو، ورحت لقيت اسدير زياده اخد بالي برضو ما اعملش عمليه تنظيف كبيره، واروح احاول اشيل الاسدير الزياده ده. ليه؟ علشان ما يروحش في مكان ويعمل لي شورت مثلا او يعمل مسارين في بعض يعني. هي بمجرد تنظيفه صغيره وكان السلك ثابت زي ما هو. المفروض عندنا بره ما عندناش، ما اعرفش والله، هو هنا ما عندناش يعني اوريدي، ما كانش عندنا اساسا. هي ما عندهاش الست، ما اعرفش. شلت السم. ايه السم؟ شلت السم كارد بتاع مين؟ بتاع ال ده، هو ده الجهاز. ده غير جهاز، ده بتاع الهوك اب. فعملية التنظيف دي مهمة جدا يا جماعة. ولو لقيت اسدير كده فعملية التنظيف وانا بنظف لقيت اسدير، احاول ان انا ما اكملش تنظيف. يعني لو لمحت نقطة اسدير، وبالاخص الاسدير اللي حصل فيه عملية تكور وبقى كبير، الحقه على طول في ثانية، اوقف شغلي ما كملش الشغل بتاعي،
انا بنوه تاني يا جماعه وتالت ورابع الموضوع ده، يعني لما تيجي فرصه اقولها مره واتنين وتلاته. بتحصل مشاكل كتير في الموضوع ده، اللي هي ايه يا جماعه؟ تاني لو انا بنضف ولمحت، يعني انا البورده قدامي نظيفه كلها، طبعا انا اخد بالي لو في جميع الحالات ان انا ما احاولش ان يخلي فيه كور اسدير، ولكن البورده قدامي ظاهريا نظيفه وما فيش اي حاجه وانا مطمن، وبعدين وانا بنضف وانا بتحرك في لمحت نقطه تسدير ما سيبقاش عيني تفضل عليها، ومن ثم اكمل شغلي، انضف وبعدين اكمل شغلي. اخد بالي من النقطه ديت علشان النقطه ديت بتعمل بلاوي، بدل المشكله حصلت مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. خلينا احط دي الاول عشان لو جرين ماسك طبعا لازم يتعمل باليو في زي ما احنا شايفين عاملين باليو في اهو يا جماعه. طبعا كل التولز ده احنا قلنا عليه. تمام، ما وصلش البطاريه دلوقتي. اوصل الجهاز بس الاول وبعدين اروح اوصل البطارية. بنسمي الله ونحطه كده على الشحن ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. بسم الله. تمام، اشتغل معانا وزي الفل اهو يا جماعه. ابو اللوك ظهر دهيت تاني اهو يا جماعه، ابو اللوك ظهر ده بشكل كامل. تمام، والمشكله كده اتحلت معانا بمنتهى البساطه والسهوله، وزي ما احنا ماشيين بالتسلسل كده يعني واحده واحده بناخد كل الانواع بتاعه الاجهزه، سواء الباك لايت، الداتا لو ما فيش بيانات، باور. هنشتغل برضو في الايباد بالتناوب كده مع الايفون او السامسونج او الكمبيوتر زي ما جهاز ايه بيجي لنا، وهتلاقيهم كلهم في البلاي ليست على طول الخاصه بالكورس الاحترافي اللي موجود، وزي ما انتم شايفين قدام الشاشه على طول، لان دي هتبقى سلسله علشان بيتفرج على الفيديو ده وعايز يفهم احنا بنعمل ايه في الموضوع ده مع انه مشروع قبل كده. فعشان تفهم الموضوع احنا عاملين كورس احترافي من البدايه، من اول المخطط لغايه الاعطال، مرورا بالاعطال الشائعه الى اهم الاعطال واكبر الاعطال، على راسهم مثلا عمل سواب للتليفون الايفون ونقل القطع من بورده للثانيه. هتلاقي اللينك على طول تحت الفيديو ده في الديسكريبشن الخاص بقائمه التشغيل او البلاي ليست الخاصه بالكورس ده. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسلام.